طيب نحن شفناك بزيارات للعراق بالأماكن اللي فيها معارك وحرب، كانت فيها خطورة عليك؟ كثير خطورة. احنا اختارنا ويا برنامج الأغذية العالمي بالزيارة الأخيرة اختارنا الجانب الأيمن من الموصل وين المعارك ما زالت مستمرة، بس في سبيل نصور رحلة الهروب، لأنه في كثير ناس يقتصر مفهومهم من نتحدث عن أزمة النازح أو اللاجئ، يقتصر المفهوم على الحياة بالمخيم. صدقوني الحياة بالمخيم هي أفضل بكثير من رحلة الهروب. رحلة الهروب يعني رحلة الخلاص من أنه أنت يمكن تكون إنسان ميت داخل الأرض المعارك، يمكن يكون جيرانك تحت الأنقاض أو أهلك تحت الأنقاض، وأنت تحاول تحت رصاص داعش تنجو بنفسك، وخصوصا النساء أحيانا يأخذون أطفال وياهم أو أمهات كبار بالسن أو أباء كبار بالسن على ويلتشيرز أو كراسي متحركة، مثل ما التقيت ببعض الحالات وكان مؤلم جدا بالنسبة لي ألتقي بها، ويطلعون إلى أماكن أكثر سلام. فحبينا إحنا بالرحلة الأخيرة أنه نصور رحلة الهروب. حاولنا نحمي نفسنا من خلال البزات الواقية، بس الهدف كان أسمى من الخوف أو من أنه الوضع خطر، الهدف أنه نوصل صوتهم، وفعلا نجحنا من خلال السوشيال ميديا نوصل رسالة حلوة. هل تعرضتي لخطر أو شيء بأثناء زيارتي؟ والله هو كان لحظة واحدة بس أو موقف واحد، كنا رايحين ندور دورة المياه، فكنا في منطقة تحررت حديثا من داعش، وأني بسبب جهلي بهذا الموضوع ما كنت عارفة أنه المنطقة يسووا لها تمشيط من الألغام، ورحت أدور كيف يعني إلى أن شافني الفريق وقال لي أنت ما يصير تتمشين، فاكتشفت أنه أنا كنت أتمشى بمنطقة بها ألغام، والحمد لله الله سبحانه وتعالى ستر، ما كنت عارفة أنه منطقة اللي بيها تحرير تخضع لتمشيط، أو يمكن أنا كنت أتناول بالأخبار بس على أرض الواقع ما كنت في السابق في منطقة تخضع للتمشيط من الألغام. فكنت في هذه المنطقة وأمشي براحتي بدون ما أعرف، بس الفريق نبهني الحمد لله ومرت بسلامة ووصلنا بعدين للأماكن الثانية.